السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا هذه الدورة الصغيرة بخصوص تأسيسات الكتابة العربية، مشكلات الكتابة العربية وحلولها. بداية يعني قد أفصل بعض الشيء من باب تعزيز المهارة، أنا من أنصار تعزيز المهارة وذكر المهارات متراكبة، هندسة مهارية. لا أعطيك مهارة مفردة فتنساها أو أن تضل في فهمها أو أن تستشكل عليك بغيرها أو تتداخل مع غيرها أو ما أن تقوم حتى تنساها. أنا أعطيك مهارة مؤسسة مرسخة معززة لها سابق ووراءها لاحق وينبني عليها عمل وفعل وناتج تراه بعينيك وقد تحسه وتلمسه بيديك. دم معنا، كن في صحبتنا إلى الشرح بإذن الله. والنقطة الأخيرة، دعونا نطبق هنا، أي من هذه الصواب؟ كلها بمعنى بدءاً، أي الصواب؟ دعونا نطبق ذلك ها هنا. حتى نطبق هذه لابد أن نعرف قواعد الهمز، قواعد الهمز في آخر الكلام. أنا أريد أن أقول قواعد الهمز ها هنا وأريد أن أخصصها بحلقة مستقلة، ولكن لا يمنع ذلك أن أذكرها على سبيل السرعة ها هنا. الهمز في آخر الكلام، أنظر إلى الحرف قبلها، مثلا كلمة بدء، أنظر إلى الحرف قبلها، إن كان ساكنا بدء تكتب هكذا، إن كان الحرف هذا قبل الهمز بد، انظروا اكتبها على ايه؟ كسرة، على ياء. ان كانت الدال مجازا مضمومة باد، اكتبها على واو من جنسها، وان كانت مفتوحة باداء اكتبها على الف. قاعدة الهمز في اخر الكلام على النحو الاتي على سبيل الايجاز، انظر الى الحرف قبلها، ان كان ساكنا تكتب على ايه؟ سطر، ليس على شيء. بادئ، بادئ يبقى على طول اكتبها على نبرة، يعني على ياء هكذا من جنس حركة الحرف قبلها. بادئ، انظر كتبتها على واو في ضمة فاكتبها على واو. هنا بادأ كتبتها على ألف، هذه هي قاعدة الهمز في آخر الكلام. فكلمة بطء تكتب الهمز إيه؟ وحدها. كلمة باطؤ تكتب على واو مثل هذه. كلمة بطأ مثل هذه. كلمة باطئ تكتب على مثل هذه. هذه هي قاعدة الهمز في آخر الكلام. ونريد هنا أن نعرف الصواب، هذه الصواب أم تلك أم تلك. كما قلنا هذه خطأ لأن هذه باداء، باداء تكتب الهمز على جنس حركة الحرف قبلها باداء، فهنا الدال مفتوحة تكتب هكذا. مثل كلمة باطاء، باطاء الهمز ها هنا، فهذا فعل باداء باطاء والفعل لا ينون، فهذه إيه؟ خاطئة. طيب بدءا، أيوة بدء، هذه التي إيه؟ أمامنا كتبنا الهمز على سطر لأن ما قبلها إيه؟ ساكن، هذا أيضا إيه؟ خطأ، يعني نحن لا نضع، يعني كما اتفقنا نطبق القاعدة، قلنا أي تنوين بالنصب لابد أن أضعه على ألف، خاصة أن الهمز ليس قبلها ألف وليست اسما مقصورا. هذه الأشياء الأربعة الاستثناءات، تاء مربوطة لا أضع ألف، ملجأ لو كانت الهمز على ألف لا أضع إيه؟ ألف، إخلاء لو كان قبل الهمزة ألفا فلا أضع ألفا، كما في فتى وعصا لاسم الإيه؟ المقصور. فهنا هذا إيه؟ خطأ، هذه لا تصح، هذا هو الصحيح. بدءا، هنا الهمز لم تسبق بألف فأضع ألف، هذه تسمى ألف التنوين حال النصب، في كل أحوال النصب أضع ألفا. إذن هذه هي الصواب، ومن عرف هذا فقد فهم ما سبق. هذه هي قواعد التنوين، وهذه هي قصة التنوين وحكايته على سبيل الإيجاز والاختصار. البعض يقول أطلت، والله ما أطلت، الأمر يعني إيه؟ فيه أعماق أخرى، ولكن هذه هي الإيه؟ القواعد الرئيسة. هذا، وتفضلوا بقبول فائق تحياتي ومحباتي، محبكم دكتور محمد عبد الكريم الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.